ورجعنا من فاصل والناجتس طلع اهو اللي بالجبنه، ونعمل جنبه رز ملون. رز ملون بالايه؟ بالبنجر والكاري او الكركم. ده ايه الرز ده؟ كركم؟ يعني عشان يبقى ايه، اكله متكامله على بعضها. الاولاد بقى بيفرحوا بالناجتس قوي، ياكلوا كمان رز ملون جنبيها تبقى حلوه على بعضها كده. فعندنا هنا رز، طبعا رز مصري، رز بسمتي، اي رز انت عايزاه، بس الرز المصري بيبقى قده ميه بالظبط، الرز البسمتي ضعفه ميه. فعندنا هنا مثلا 3 كوبايات من الرز، عندنا جنزبيل، ليمون اسمر او اسود، عيدان قرفه، قرنفل، حبهان، بصل، فلفل رومي، ثوم، مكعب مرق، زبيب، كركم. دي ميه بنجر مبشوره ومسلوقه، يعني بشرين البنجرايه وحطيناها على النار غليت قوي. تمام، نيجي نعمل ايه دلوقتي بقى؟ نجيب حله، حله متضربه، ماشي، هنجيب معلقه من سمنه روابي. هنعمل الرز ده كانه ايه، هنشف بس الحله، شبه الرز ابو خلطه كده. والالوان دي انا هضيفها امتى؟ يعني هضيف دلوقتي الكركم احمره معاها، وبعدين اسقي بالايه، بالميه البنجر. عندك لون احمر صناعي ممكن، ما عندكيش يبقى البنجر ده هو اللي هيقضي الوظيفه، وكمان طبعا البنجر افيد كتير جدا جدا. ابص بس على الفطيره بتاعتي في الفرن، بسم الله الرحمن الرحيم، هي تحت شويه وفوق بقى نبدا نكمل سواها. طبعا الفطيره دي تنفع عشوه، تنفع غدا جنب طبق سلطه، حلوه جدا. يعني ده غدا، واللي جوه دي غدا لوحدها تاني او عشا لوحدها، زي بقى بتفضلي الايه، معوداهم على ايه. معانا فاطمه. صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ ازيك يا مدام نجلاء؟ الحمد لله. يا فاطمه، يا اهلا وسهلا بيكي. يا اهلا وسهلا. اول مره الحقيقه اتكلم في اي برنامج، يعني نورتينا النهارده. برنامج حضرتك جميل، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، متشكره جدا ليك. كان في كذا حد طلب منكم تلغوا الموسيقى اللي جوه البرنامج عشان بتشوش علينا، وناس بعتت لكم على النت، انا متابعه على طول. هي لسه عاليه برضو؟ لا هي بجد مش فاهمه، يعني ده مش محتاج تبلغ الاداره وحاجه كده، يعني الحاجه موسيطه، يعني ينفع دلوقتي في الحلقه تقول الموسيقى دي. حاضر. هي في كل البرامج بس برنامجكم بصراحه اصعب، يعني يا ريت ما تتجاهلوش بقى طلبات الناس. لا حاضر، عينينا. يعني نوطيها لكم شويه ولا مش عايزينها خالص؟ طب ممكن توطيها شويه؟ يعني معلش وطيها لهم حبه. احنا بنسليكوا بس، بنسليكوا. عشان لما تكوني في المطبخ وتسمعي الموسيقى دي تيجي تعرفي ان انا البرنامج بتاعي شغال. شويه ملح صغيرين بس، حاضر عينينا حيوطة. بس بصل جوانح كده او مقطع صغير زي ما تفضليه، يعني لو عندك اطفال اعمليه مقطع صغنن قوي هو الفلفل، انما ناس كبار لا خلاص قطعيه جوانح كده شكله بقى الطف، يعني عشان يبقى باين في الرز. كده فلفل، فلفل رومي. معانا محمد، يا اهلا وسهلا يا محمد. الو الو، ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه يا محمد؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه سؤالك؟ عاوز طريقه الكبسه. الكبسه؟ اه. انت عندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. 8 سنين؟ اه. يعني بتساعد ماما ولا بتقول انا راجل مش هعمل حاجه؟
مساعد. بجد؟ والدولاب بتاعك اخباره ايه؟ منحكش كده ولا مرتب بقى؟ ايه؟ الدولاب بتاعك ده حلو. شاطر، حافظ على هدومك كده منظمه وطبق حلو، وشيل هدومك كده اما تيجي تشيلها تشيلها بالراحه، ماشي؟ ما تنحكش اوضتك. ماشي يا محمد، شكرا ليك. انا كمان عارفه اوض الصبيان دي على طول ما شاء الله يعني. سن التوم صغيره. رشحة بصل، فلفل، التوم. ماشي؟ عايزه احط بقى ليمونه. المناسبة دي بس افتحها كام فتحة كده. معانا امينة، اهلا وسهلا. اهلا بيك، ازيك حبيبتي؟ الله يخليك، ازاي حضرتك عاملة ايه؟ يخليك لينا كده يا رب، ودايما تاج عالي كده على رؤوس الشيفات كلهم. يا ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلمي، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك. اسألك بس على طريقة عمل قنديل البحر. قنديل، يا جبتيه منين ده؟ مطلوب من ابني يعمله، ولسه مكلمني، فانا مش عارفه بصراحه اجاوب عليه. يعني انا بعرف اعمل كل انواع السمك الا ده. هو ايه، سياحه فنادق ولا ايه؟ ومطلوب يعمل قنديل البحر. مطلوب منه، واحد طالبه منه يعني. يا عيني، لا ده انا هبحث لك عنه ده. حاضر يا عيني، حاضر، ادور لك على قنديل. اول مره تسلم مني طلب زي ده. ماشي. بص حاطط ايه، ليمونه، حط عود قرفه، كام فص كده من القرنفل والايه والحبهان، وادي الجنزبيل، ماشي، والكركم. معانا امنه والزبيب. ايوه، ازيك يا امنه؟ ازيك حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. حضرتك كنت عايزه طريقه الكرنوبي. ايوه، وكمان حاضر، والفراخ الكنتاكي المقرمشه. عيني، حاضر يا حبيبتي، شكرا ليكي. بص حضرتك كل ده اهو مع بعضه خلاص اهو، وحطيت الزبيب الكميه اللي انا بفضلها. في ناس بتحب الزبيب قليل، في بتحبه كتير، في ما بتحبوش خالص، بس صدقيني هو لطيف جدا في الرز، يعني مش بتحسي بالسكر بتاعه قوي، لا معقول قوي. وبعدين احط ميه قد ما هحط الرز. بص انا كده انا مثلا عندي هنا 3 كوبايات رز، خدت كوبايه من ميه وكوبايتين من ميه البنجر، عشان ما اخليهاش كلها ميه بنجر، بس هو واضح ان هو متخفف بميه. ماشي، ان البنجر يبقى غامق جدا. فانا كده خدت كوبايه ميه وخدت كوبايتين من ميه البنجر، واخليها تغلي وبعدين انزل فيها الرز. تمام، اشيل بس الكوزو كده خلاص، واحط لها مكعب مرق معايا هنا كمان، نص كمان كفايه، نص مكعب حلو قوي على كميه، على 3 كوبايات الرز نص مكعب كويس. ماشي، بيغلي بقى هنزل فيه ايه، الرز. فانا كده عملت رز مغذي والوانه حلوه كده للاطفال، بيحبوا يعني غير الطبيعي شويه، غير الرز الابيض او الرز بالشعريه او الكلام ده، لا ده لونه هيبقى حلو، وفيه زبيب بقى وفيه كل الروايح دي، فلايق قوي مع النجس. لو عملتي بوله من الرز دوت وجنبيها كام واحده كده من النجس، حلوه جدا. ماشي، الرز كده استوى 100 100. بص شكله تحفه، لونه جامد جدا بالبنجر والكركم، وهشيله من على النار خلاص كده. ونغرف بقى ايه زي ما قلت لكم كده، بوله لكل حد في البيت او الاطفال او الكلام ده يحبوه جدا، وجنبيه الناجتس وخلاص، تاكل كده حلو جدا. هو فيه خضار وفيه كل حاجه. نريح بس السكر، هنطلع فاصل. ماشي، طب انا هسيح السكر ده
وهستناكي على ما تيجي من الفاصل. الفاصل ونواصل. على قد الايد. رجعنا من الفاصل ودلوقتي مع بعض كده ايه بنسيح السكر ده، نديله شويه ميه عشان هو كان ايه برد شويه. ورجعه على النار تاني كده ايه كل شويه، تخضي منه وطلعيه بره مظبوط، دخليه تاني ماشي. عندنا معلقه معدن قوي، انت جبت البتاعه دي منين؟ دي هتنفخكوا صاحبتها دي. اهو كده. بص انا غرفت الرز كمان صحيح اهو، حطيته في بوله بس بوله عائليه بقى مش البوله الصغنونه ماشي. وانا معاها اما السكر يسيح وراح على طول حاطه له الكريمه والزبده وخلاص على كده. تمام. طيب وانا بقى زيح السكر كده، انا عايزه اقول لك بقى ايه، عملنا الناجتس مع بعض وعملنا الفطيره اللي بشاورمة اللحمه وعملنا الرز اللي بالالوان اللي هو الرز اللي بالبنجر والكركم. طب ننزل مقادير الناجتس واحده واحده كده عشان نلحق بس عشان الوقت بتاعنا. مقادير الناجتس اقول لك عليها، اقول انا هديتكم لازم هديتكم. مقادير الناجتس معانا دجاج فيليه مفروم، او انت اشتريتيه مفروم زي ما انت عايزه، في بيتباع في الماركات الكبيره مفروم، انت فرمتيه برده فرمه سهل جدا جدا مش زي اللحمه. تمام. هنحط عليه كل حاجه باودر، هنحط الثوم باودر والبصل باودر والبابريكا وشويه شطه لو انت عايزه وملح وفلفل، ما فيهاش بصل بقى ولا اي حاجه هتتعجن معانا، فبيتعجن بالايد سهل جدا. خلاص عجناه، عملناه بال عجناه كله بالتوابل دي حلو جدا، هتسيبيه في الثلاجه قد نص ساعه. يبقى حطينا الفراخ المفرومه وعليها لو انت عامله مثلا نص كيلو من الفراخ المفرومه هتحطي عليها معلقه كبيره بصل بودر، معلقه اقل منها شويه توم بودر، معلقه صغيره مليانه بابريكا، ونص معلقه من الفلفل الاسود، وحوالي نص معلقه من الملح. نعجنهم كلهم مع بعض حلو قوي، نسيبها في الثلاجه نص ساعه. نطلعها من الثلاجه نفرد بقسماط قدامنا ونفرد عليها العجينه ونبدا نقطعها الشكل اللي انت عايزاه. عجنتيها بالشكل اللي انت عايزاه، جهزتي دقيق وبيض وبقسماط، هتنزليها في وكلهم حطي عليها ملح وفلفل، هتنزليها في الدقيق وبعدين في البيض وبعدين في البقسماط. تمام. هتحمريها في الزيت، حمرتها على الناحيتين والزيت ما يكونش سخن قوي، يكون سخن عادي مش مقدوح علشان ما يحرقهاش من بره ومن جوه تبقى نيه. حطيتها في صينيه، حطيت عليها جبنه موتزاريلا ودخلتها الفرن، يا دوبك خدت الجبنه ساحت طلعتها بس كده. تمام. دي الناجتس بتاعتنا النهارده. خلاص كده انت قفشت كده وهتقرفني بقى. طبعا ده كله سكر وهيدوب هيدوب، بس كده انا مش عندي وقت وهضطر اطلع السكر الايه دوت اي حاجه. تمام كده. طب ننزل الفطيره بتاعه الشاورما، طبعا ده كله سكر بيدوب عادي خالص. بس طبعا عايز وقت شويه معانا بقى. لا مش عايزه كده، ما جاهز. حط حته زبده. طبعا في كراميلات جاهزه كتير بس احنا عايزين نعمله احنا، لان هو سهل جدا مش اي حاجه. بس معلقه زبده
خليك احط بقى الايه الكريمه هتلاقيها فارت، فاطلعها بره كده وهنزل الكريمه عليها كده، كريمه لباني او قشطه برده نص كوبايه. معانا الفطيره اهي، الفطيره طبعا عجينه وحشوه. العجينه عباره عن ايه، 3 كوبايات من الدقيق، حطيت فيها حبه البركه شويه من جوه وشويه على وشها، ماشي. في معلقتين لبن بودره ومعلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح ورشه سكر ونص كوبايه سمنه روابي، كل ده بيتعجن مع بعضه بميه. عجنناهم بالميه، سبتها تريح شويه، دي بيكنج باودر ما فيهاش حاجه، نصور عشان ما لحقش معانا. شاورما اللحمه اللي عملتها بقى ما فيهاش حاجه، هي بصل الحشوه، هي لحمه وبصل وشطه وبهارات وتوم باودر وملح وفلفل. خلاص كده هنيجي بقى تشوحي البصل الاول، وبعدين تنزلي عليه اللحمه وتحطي عليه كل التوابل. شوحي البصل معلقه سمنه روابي، وبعدين تحطي عليه اللحمه الشرايح، وتحطي عليه كل التوابل في الاخر. تمام كده، بصوا كده انا بخليها تغلي حبه عشان تتقل، طبعا بتبرد بتتقل خالص بقى. جبت العجينه قسمتها لاثنين، قسمت العجينه لكورتين، جبت الكره الاولانيه وفردتها على قد الصينيه اللي هعمل فيها، ورحت حاطه الايه، بص كده كده خلاص ده اللي تهدى شويه، وبعدين احطها على وش الايه، بص اهو بعد ما يطلع من الفرن يبقى بالشكل ده. تمام، فردت العجينه الاولانيه، حطيت شاورما اللحمه، عملت دايره تاني من العجينه التانيه وحطها على وشها، بليتها ميه بس، رحت حاطه او بيض لو انت عايزه تحبي البيض على وشها، ورحت حاطه عليها حبه البركه من فوق بقى بالطريقه دي. تمام كده، اجيب بقى هنا الايه الرز اللي عملته اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرز، البوله العائليه زي ما بدك تعمليها، ايه بوله للاطفال كده، ايه بوله صغيره، ده بالزبيب حطه عشان معروف هو بايه كمان. زبيب وبصل وفلفل وكركم وميه البنجر، بشرنا البنجر وسلقناه حلو قوي، خليناه يغلي كويس جدا جدا، وخدنا الميه بتاعته. عملنا ايه بقى، جبنا البصل شوحناه في السمنه، وبعدين حطينا عليه الفلفل الرومي وشوحناه كمان، وحطينا بقى ايه، حطيت حبهان اتنزل مقاديره، وحبهان وقرنفل ماشي، وحطيت ليمونه سوداء وعود.